طيب نروح مرة تانية لملعب براء وزميلنا كريم أحمد ولقاء مع وسام أبو علي. بجد تحية لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. الحقيقه فوز مهم جدا زي ما قلنا، مجهود كبير، بذل فني اداري، تخطيط مستر كولر، الحقيقه مجهود كبير واصرار لعيب النادي الاهلي. لكن كل الامور دي الحقيقه هنتكلم فيها مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي منتظرين منه اكتر من كده كمان، وسام ابو علي. زي ما بقول لك الف مبروك، فوز مهم جدا على المستوى الشخصي. قلت لك قبل كده تجتهد في التدريب بشكل كبير، فرصه بتيجي ربنا بيوفق الحمد لله. هتاف الجمهور الحقيقه اللي في الاول سواء وسام او بالروح بالدم زي ما بيقولوا في ديكا في 60، على ما اعتقد الكلام ده في البدايه قبل المباراه بيزيد المشاعر الكبيره جدا. وسام مبروك النهارده الفوز، فوز مهم جدا بالنسبه لك. الله يبارك فيك، يسلم، شكرا كتير. الحمد لله انا مبسوط قوي قوي انه كسبنا الماتش ووصلنا النهائي 5 سنين ورا بعض زي ما سمعت، فده حاجه مهمه قوي، وده بالنسبه لي للكرة عندي أكبر ماتش لعبته أنا في التاريخ بحياتي، بلعب ماتشات زي ده، فكان حاجة كويسة قوي إلي، والحمد لله الحمد لله إنه سجلنا هدف وكسبنا الماتش، ده أهم حاجة. سيناريوهات المباراة الحقيقة كانت صعبة جدا النهارده، احنا زي ما بيقولوا جايين من بعيد، هدف بيتلغي، بترجع تجيب 3 أهداف بالإصرار الكبير والشخصية المعروفة على النادي الأهلي. اللحظات دي مرت عليك إزاي وسام؟ مجرد إن هدف اتلغى جه في دماغك إيه؟ انا النهارده يعني ما كنتش كويس قوي لحالي في الماتش، بس ضليتني اجري واتعب للفرقه، يعني في الكوره كنتش كويس قوي، بس الحمد لله احنا كفرقه كنا كويسين، يعني نخترع فرص ونشتغل لبعض. وطبعا لما التغى جولين في يعني حياه جديده، حسينا اوكي بعدنا في الماتش وجبنا الحمد لله جبنا 3 جوال، يعني منعم كله بيعرف منعم في النهائي وقبل النهائي بفي بالكورنر وعلي كروس كويس الي، واقول لك اكرم كان كويس قوي النهارده ورائع، يعني بيلعب بحياته وبقلبه من جوه، يعني الحمد لله على المكسب وان شاء الله النهائي. جمهور النادي الاهلي الحقيقه العظيم اللي كان ليه مردود كبير جدا النهارده، 50,000 مشجع في استاد القاهره، شفت الامر ده ازاي؟ هتاف من اول دقيقه لاخر دقيقه. لا احساس زي كانه 100,000 بجد، يعني اول مره انا بلعب قدام جمهور هالقد، والحمد لله انه جمهور جامد أجمد جمهور أنا شايفه بتاريخي وبحياتي. وكل ما أتصل على البيت على الدنمارك وعلى لبنان أكلم أهلي، بقولن يعني بكلمن على الجمهور كيف هون بالاستاد، بس بريد لما أشوف الجمهور بالقاهرة، لما أكون أطلع عم باكل أي حاجة الجمهور كله بحب، وأنا بحبن كمان قوي، يعني مبسوط كتير في القاهرة، والحمد لله إنه أنا جيت أسجل جوال وألعب ماتشات كبيرة إن شاء الله، وده اللي عم بيصير. اخيرا عندنا مباراه في الدوري، ولسه كمان عندنا بقى المباراه النهائيه، هنحضر لمباراه الدوري، لكن نهائي دوري ابطال افريقيا بيمثل ايه لوسام؟ لان خلاص الطرف الثاني بقى نادي الترجي التونسي. لا ده اهم حاجه دلوقتي، هلا وصلنا على الدوري ولازم نجيب نقطات كتير في الدوري، احنا بنتكلم بالفرقه ومع الراجل انه الدوري اهم حاجه لنا. طبعا دلوقتي احنا يعني مش كسبانين ماتشات كتير، فلازم نكسب ماتشات الجاي ونخش على النهائي بطريقه كويسه كمان. الله يبارك فيك يا سامي، شكرا الحمد لله. كل الشكر والتقدير لوسام ابو علي ومن قبله الكابتن خالد بيبو ومحمود الزنفولي. الحقيقه تصريحات وسام مهمه جدا ورائعه جدا، بقلبه بيتكلم وبعقليته المميزه جدا ووعيه الكبير جدا، اهميه الجمهور نادي الاهلي وكيان الكبير، امور عديده جدا الحقيقه. عشان كده منتظرين من وسام كتير جدا الفتره الجايه مع كل جمهور النادي الاهلي. مبروك من جديد لجمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي مبروك من جديد، وتحيه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي العظيم اللي كان ليه مفعول السحر النهارده في استاد القاهره.